الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. ما رأيت إلا جميلة، كلمة إعجازية من سيدة الإعجاز، حكاية هذه الكلمة عما في النفس هي إعجاز. وإلقاء هذه الكلمة في تلك الظروف، في تلك الأجواء، إعجاز آخر. ولكن كيف نرى أن سيدة الإعجاز مع قولها هذه الكلمة، مع حكايتها عما في نفسها بهذه العبارة، في نفس الوقت كانت تبكي بكاء الثكلى، في نفس الوقت كسرت رأسها فجرت الدماء من تحت قناعها، في نفس الوقت قالت تلك الكلمات المؤلمة؟ الجميل ليس مؤلما، ما رأيت إلا جميلا، يعني ماذا؟ تلك العبارات يعني ماذا؟ هناك كلمتان لكل منهما المجال الخاص بها. الكلمة الأولى: ما رأيت إلا جميلة. الكلمة الثانية: ما رأيت إلا قبيحا مستقبحا. الكلمة الأولى فيما ارتبط الأمر بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بتفضل لا باستحقاق قسم مليارات النعم على الخلائق، هذه الكلمة الأولى: ما رأيت إلا جميلة. الكلمة الثانية: ما رأيت إلا قبيحا مستقبحا مقبوحا. هذه الكلمة فيما ارتبط الأمر بظلم الناس بعضهم بعضا، بظلم الحكومات للناس. الطاغوت الدعي ابن الدعي
ابن زياد عليه لعائن الله تترى أبد الآبدين، عندما ذكر هذا اللعين، عندما ذكر اسم الله تعالى خاطبها، قال لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ هنا انبرت السيدة العظيمة السيدة زينب لتقول كلمة الإعجاز. قالت: ما رأيت إلا جميلة من الله، ما رأيت إلا الجميل. العبارة جدا عظيمة. السيدة عليها السلام ما قالت ما رأيت قبيحا، ما قالت ما رأيت من الله ظلما، بل حتى ما قالت ما رأيت إلا جميلا واحدا، ما قالت رأيت جميلا كثيرا، قالت ما رأيت إلا جميلا. يعني حصر ما وإلا، يعني كل ما رأيته من الله فهو جميل، ما صنعه الله سبحانه وتعالى كله بالنسبة إلى أخي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كان جميلا كله بلا استثناء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لست بدأ بصدد نصيحة، من أنا حتى أنصح، ولكن أقول ليتنا كنا نتعلم من السيدة العظيمة صلوات الله وسلامه عليها بعدا من ألف بعد من هذه الكلمة. كم نسخط من تقدير الله سبحانه وتعالى في حياتنا، في قضايا عادية، في قضايا تافهة، في قضايا ليست مهمة. كم مرة اعترضنا والعياذ بالله تعالى، اعترضنا على الله عز وجل في تقديره، كم مرة في حياتنا. مشكلة صغيرة عائلية، مشكلة صغيرة زوجية، مشكلة صغيرة اقتصادية، مشكلة صغيرة جدا بيني وبين صديقي، مشكلة صغيرة صحية، مشكلة صغيرة في ضعف الذهن، مشكلة صغيرة مع الحكومات. كم تذمرنا، كم اعترضنا والعياذ بالله تعالى على الله عز وجل. كلمات اعتراض إلهي بس، هذا ليس اعتراضا. إلهي ما عندي تحمل، هذا ليس اعتراضا. الدعاء شيء حسن في محله، ادعو الله عز وجل، اطلب من الله عز وجل ما تريد، أما الاعتراض. إن كنا نتورع من الاعتراض بألسنتنا، الاعتراض في القلب ماذا نصنع به؟ كم مرة في قلوبنا اعترضنا على الله عز وجل، على تقدير الله؟ ما الذي حدث؟ مليارات ومليارات النعم عندي موجودة، شيء سلب. والسلب أيضا لطف، والسلب أيضا نعمة، للمؤمن نعمة، على كل التقادير نعمة، حتى الذي يكون جزاء ذنب أيضا نعمة، تخفيف على مستقبله الأعظم من الدنيا. والسيدة سلام الله عليها رأت من المصائب ما لم ترها عين،
رأت من المصائب ما لم تتمكن ملائكة الله عز وجل على الصبر عليها. الملائكة ما تمكنت أن تصبر. لا أريد أن أقول كلمة شديدة، أقول خرجت من طورها على الأقل. الكلمة موجودة، الرواية مذكورة في الكافي الشريف. انظروا ماذا قالت الملائكة، الملائكة ما تمكنت أن تصبر. السيدة رأت هكذا مصيبة. المصيبة والمصائب التي خرجت من طورها، السماء، الأرض، الجبال، البحار، البراري، الحجر، المدر، الشمس، القمر، كل شيء خرج من طوره، اضطرب كل شيء. أنا لا أقول كل شيء، العبارة موجودة في الزيارات الصحيحة. في هكذا مصائب في نفس الوقت، وقت نزول تلك المصيبة، ماذا قالت؟ اللهم، وفي بعض النسخ إلهي، إلهي، أو اللهم تقبل منا هذا القربان. وفي الموقف الآخر تقول ما رأيت إلا جميلا. قال لها كيف رأيت صنع الله؟ اسم الله ذكره. كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت عليه الصلاة والسلام، هذه زينب الكبرى، هذه بنت أمير المؤمنين، هذه بنت الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم، قالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج يومئذ، هبلتك أمك يا ابن مرجان. وفي بعض النسخ ثكلتك أمك يا ابن مرجان. هذه الكلمة الأولى، ما رأيت إلا جميلة. والكلمة الثانية، ما رأيت إلا قبيحا. هذه الكلمة بهذه العبارة لم ترد عنها سلام الله عليها، ولكن هذا المعنى ذكرته بكل وجودها. رفضت ما صنعه الناس بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، بأفعالها قالت هذه الكلمة، بأقوالها، بعبارات مختلفة، رفضت، استقبحت، قبحت ما صنعه أولئك بشتى العبارات. من الناس ما رأت إلا قبيحا. أقول ما رأت إلا قبيحا على عمومها، كما أن ما رأيت إلا جميلة على عمومه. يعني عندما كانوا يقولون الله أكبر كان قبيح، عندما كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك كان قبيح، عندما كانوا يقرؤون القرآن كان قبيح. هو القرآن يقول غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم يعني ماذا؟ يعني فقط قتلهم قبيح، مغضوب عليه، لا، تكبيرهم قبيح. ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. هذا التكبير له قيمة؟ هذا التكبير هو قبيح منهم. ما رأيت إلا قبيحا، مستقبحا، أقبح ما يكون. السيدة قالت هذا المعنى بعبارات مختلفة في خطبها، في كلماتها. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. في خطبتها في الكوفة قالت أتى
أتدرون أي كبد لرسول الله فرأيته؟ وأي كريمة له أبرزته؟ وأي دم له سفكتم؟ وأي حرمة له انتهكتم؟ تعلمون ماذا صنعتم؟ وفي رفضها لهذا الظلم، تقبيحها لهذا الظلم، كلمات وكلمات لها صلوات الله عليها. عندما خاطبت ذلك الطاغوت ابن الطاغوت، طاغوت ابن طاغوت، ابن طواغيت، مركز الطغيان، أصل الطغيان، هؤلاء كانوا. عندما خاطبته قالت له: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا يرحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فنت وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. رفض، تقبيح، تقبيح لكل ما صنعوا ولكل ما يصنعون، تكسير لأصنامهم، تكسير لنفوسهم. كسرت نفسه، حطمته صلوات الله وسلامه عليها ولعنة الله عليه. أقول: ليتنا أيضا كنا نتعلم من السيدة عليها السلام هذه الكلمة، نتعلم نقول عن تقدير الله سبحانه وتعالى: ما رأيت إلا جميلا، ونقول عما يصنعه الظالمون: ما رأيت إلا قبيحا. نقولها بأعمالنا، نقولها بمواقفنا، نقولها بلساننا. وقوف، وقوف للمظلوم، إنكار الظلم، استقباح الظلم، الوقوف لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. لا أقول مثل السيدة سلام الله عليها، ذلك غير ممكن لنا، قدراتنا محدودة، نفوسنا صغيرة. لا أقول على ذلك الخط، على ذلك الطريق الإنسان يمشي. الوقوف لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام نقطة سريعة بذكر شواهد سريعة. القضايا، الأمور المرتبطة بالمولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بصورة عامة، هذه زيارة الأربعين التي أمامنا، هذه الزيارة العظيمة، إحدى أعاظم الشعائر الحسينية المقدسة، وغيرها من الأمور الحسينية، الأماكن الحسينية، المواكب الحسينية، الشعائر الحسينية. من الممكن الاستفادة الحسينية أكثر مما نستفيدها منها. لاحظوا، أذكر لكم نماذج سريعة، خمس نماذج سريعة أذكرها لكم. النموذج الأول، الحسينيات تبنى مواكب
بيوت، أماكن مرتبطة بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بأي تعبير بأي اسم. بعض الحسينيات، بعض المراكز الحسينية تبنى بناء جميلا راقيا ممتاز، تزين هذه الأماكن الحسينية المقدسة، تزين بآيات قرآنية بأحاديث شريفة، عظيم جميل. ولكن أقول التركيز على القضايا الحسينية، الأجواء تكون حسينية، هذه الآيات القرآنية التي تكون في الحسينيات مثلا بعضها آيات عامة، شيء حسن، الآيات القرآنية فيها بركة، أحاديث شريفة فيها بركة، فيها نور، ولكن ليتها تكون خاصة بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. هنا بيت الحسين عليه الصلاة والسلام، الآيات التي تكتب على أطراف هذه الحسينية تكون آيات مرتبطة بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. الروايات طبعا القرآن كله مرتبط بسيد الشهداء، القرآن وأهل البيت شيء واحد، هذا قرآن صامت، هؤلاء قرآن ناطق، وإنهما لن يفترقا، لا يوجد افتراق، ولكن بعض الآيات واضحة جلية مشهورة عن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، نصوص شريفة، روايات شريفة تكتب على جدران حسينية، على جدران موكب خدمي للقضايا الحسينية، ليتها تكون روايات شريفة مرتبطة بالمولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. ثانيا، في بعض الحسينيات، في بعض المراكز الحسينية بصورة عامة تعلق صور لشهداء مثلا، لشخصيات مثلا، حسن، تكريم لهؤلاء الشهداء، تكريم لهؤلاء الشخصيات، لكن ليتها تعلق صور لشهداء مرتبطين بالقضية الحسينية من قرب، تعلق صور لشخصيات مرتبطة بالدفاع عن الشعائر الحسينية، شيء قريب. الشهيد بصورة عامة محترم، يا حسن، شخص عنده شهيد يعلق صورة شهيده، شيء حسن، ولكن الأحسن من ذلك أن يعلق صورة شهيد استشهد في طريق زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مثلا، والأفضل أن يكتب ذلك أن هذا الشهيد استشهد هكذا، هذه الشخصية شخصية من خدام الشعائر الحسينية، من الذين وقفوا للشعائر الحسينية، يعني حتى الصورة تعطيك طابع حسيني من حيث يشعر الشخص أو لا يشعر. ثالثا، كلمات في المواكب خصوصا، هذه الأشياء موجودة ورأيتم الذين ذهبوا رأوا هذا الشيء، تعلق عبارات، عبارات لأشخاص ليست نصوص شريفة، عبارات توجيهية جدا عظيم، عبارات توجيهية عن أمور دينية عامة جدا لطيف، حسن، ولكن الأحسن أن تكون هذه العبارات أيضا عبارات حسينية. تريد أن تكتب عبارة في موكب في حسينية، اكتب عبارة لافتة، لافتة مؤقتة، هذا الشخص الزائر مثلا الذي يمشي إلى زيارة المولى سيد الشهداء يبقى عندك ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، يوم، يومين، ثلاثة أيام، أسبوع، المقدار الذي يبقى عندك، الذي يقرأه في اللافتات يكون شيء حسيني، هذا أفضل. التوجيه العام حسن، ولكن هذا المركز مركز حسيني، كل شيء يلزم أن يكون حسينيا، يلزم يعني ينبغي، يعني الأفضل أقول. رابعا، ما تصنعه أكثر المواكب جزاهم الله خير جزاء المحسنين، أصوات حسينية يبثون في المواكب، في المشايخ رأيتم الذي ذهب رأى، يبثون أصوات حسينية، رادود يلقي قصيدة معينة مرتبطة بالإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، خطيب حسيني، شيء حسيني. مرة
الصوت يكون صوتا حسنا دينيا حسن لا بأس. مرة تكون هذه الأصوات أصوات حسينية. خامسا أيضا ما يصنعه أكثر المواكب لعله الاسم. بعض المواكب ليس لها اسم، موكب. لماذا؟ اختر الاسم، اختر اسما حسينيا، اسما مرتبطا بالإمام سيد الشهداء، بقضية الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. موكب فلان من أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، رائع. موكب فلان من أهل بيت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فلان أو فلانة، خدام فلان، عبيد فلان، أبناء فلان. الأسماء الحسينية، بعض المواكب مواكب بأسماء خطباء حسينيين، ممتاز. رادود حسيني، ممتاز. الاسم يعطي، أول ما ترى الاسم قبل أن تدخل إلى الموكب يعطي شيئا حسينيا، يعطي نفحة شعائرية حسينية. هذه نماذج، وإذا تأملنا نجد بحرا من النماذج. يتمكن الإنسان أن يصوغ هذه المسيرة بصورة خاصة، أقول زيارة الأربعين بصورة عامة، القضاء الأمور الحسينية، يصوغ هذه الطرق الحسينية بصياغة حسينية كاملة، كل شيء حسيني بلا تشبيه، بلا تشبيه مليارات المرات. الشركات الكبرى عندما تدخل إلى الشركة كل شيء في هذه الشركة يشير إلى البضاعة التي تنتجها تلك الشركة، البضاعة التي تبيعها تلك الشركة وأمثال ذلك. هنا شركة مرتبطة بالقضية الفلانية بلا تشبيه مليارات المرات. أقول أين الشركات؟ الدنيا كلها صفر. القضايا الحسينية يلزم أن يكون كل أجوائها حسينية، أقول يلزم يعني ينبغي يعني الأفضل. خصوصا في زيارة الأربعين، زيارة الأربعين هذه العظمة، حقا عظمة، عظمة بعيوننا، عظمة بعيون البشر لو التفتوا لو عرفوا، عظمة حسب النصوص الشريفة، حسب الروايات العديدة المستفيضة، لعلي أقول المتواترة. هذه الزيارة العظيمة في عيون الملائكة ليست فقط عظيمة في عيوننا نحن، الملائكة العظام عندهم هذه الزيارة عظيمة. هذا الطريق طريق عظيم، هذا العمل عمل عظيم. تكون الأجواء شعائرية حسينية خالصة بأي صورة. هذه النماذج التي ذكرتها مجرد نماذج، بعضها قد لا يتمكن الشخص أن يفعلها، يتمكن أن يصنع أشياء ثانية، هذه مجرد نماذج قليلة والقضايا كثيرة. في مقطع من زيارة الأربعين نقرأ وتقرؤون إن شاء الله، إن شاء الله عند ضريحه الشريف تقرؤون: السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات، اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك إلى أن نقول، وأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا الإمام العظيم سيد الشهداء بمكانته عنده
بحق أخيه السبط الأكبر الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، الذي تكون ذكرى استشهاده المفجع المؤلم في هذا الأسبوع، بحق أهل بيت الحسين، بحق أصحاب الحسين، بحق سيدتنا رقية بنت الحسين التي يكون أيضا استشهادها في هذه الأيام في هذا الأسبوع المقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى بحقهم أن يجعلنا من خلص خدامهم، أن يجعلنا من خيرة عبيدهم، أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم وارزقنا زيارتهم في الدنيا، خدمتهم في الدنيا، اتباعهم في الدنيا، الدفاع عنهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة، ارزقنا بحق الحسين جوار الحسين في الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.